ما رح نبتعد كثير سلمى عن الاجراءات الاحترازيه للحمايه من فيروس كورونا، فالعاب الاطفال تعتبر اغلى ممتلكاتهم وبيستخدموها بشكل مستمر، لذلك تبقى تحت مجهر اهتمام الام ومراقبتها نظرا لما يمكن ان تختزنه من جراثيم وبكتيريا وفيروسات، خاصه مع الجائحه العالميه لفيروس كورونا المستجد. فهل تعقيم العاب اولادك بالطريقه الصحيحه لتحميهم من فيروس كورونا؟ كم مره يجب عليك تعقيم الالعاب؟ الاجوبه مع ضيفتنا الكيميائيه براءة حداد. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني بدايه عم نحكي عن الاطفال، خلينا نقول اللي بعمر صغيره كثير، اللي هي ممكن من وقت ما يبلشوا يحبوا لعمر سنتين، هي اللي بيكونوا مثل ما بيقولوا ضوجة كتير، بيضلوا بيمسكوا الأشياء، وأكثر شيء يمكن بيتعرضوا له الألعاب. قد في خطورة بالألعاب إذا اعتبرناها من الأسطح اللي ممكن تنقل الفيروس؟ صحيح. يسعد صباحكم. مع هاي الجائحة بنقول إن شاء الله يا رب نكون على يعني آخر فصل من فصولها، النهاية يا رب. بدي أقول الإجراءات الاحترازية اللي نحن أخدينا ببيوتنا هي الهدف الأساسي لحماية أنفسنا، بعدين حماية أطفالنا اللي موجودين بالبيت. كتير من ستات البيوت هلأ صارت مهووسة بقصة التياب الأطفال وصحة الأطفال وألعابهم. الأطفال يلي بعمر السنتين وما دون، خلينا نقول يلي بعدهم عم يزحفوا على الأرض، ما ناكل هم انه انا مثلا ماني عملت له الحمايه او الوقايه، لا، انا طالما عم كون متنظفه عليه بالطريقه الصح، الحمام بالتوقيت الصحيح، عزلته عن كل الناس، الحمد لله ما في امراض، نوعا ما بيكون نحن حاطين ببالنا انه الحمايه والسلامه له. الالعاب او في شغله ثانيه انا بشوفها بين ايديهم الببرونات، وفي شيء اسمه العضاضه اللي بيكونوا عم يطلعوا اسنانه. امبارحه قاعده عم قلب انه لقيت انه هدول يمكن اخطر من الالعاب البلاستيكيه اللي بتكون بين ايدي الاطفال بهذا العمر، يمكن ما بنمسكهم العاب الكترونيه. طالما هو عم يمشي على الارض فانا عندي الخطر الاساسي هو بايديه، لانه ايديه اذا كانت هي على الارض فممكن يحطهم على عيونه، على سمه، على انفه، من هون ممكن ياخذ الفيروس. طالما انا معقمه الارض فانا ضمنت اول شيء الحمايه والسلامه. اثنين، اذا هو عم يمشي على الارض مباشره ممكن نستبعد هي الحاله هلا، لا بخليه على، نحاول نحصره بتخت، نحاول نحصره بقطعه بسجاده نظيفه نوعا ما، بس لحتى احمي ايديه ما تكون على تلامس مع اي سطح ملوث. الالعاب كل ستات البيوت متعوده على طريقه الغلي. الالعاب البلاستيكيه ممكن في ناس انا بشوفها كثير بتغليها مع سائل معقم، في ناس مع الكلور، بنقول استبعدوا الكلور شوي مشان الاطفال ما تضل على تلامس بريحته. في عندي كثير مطهرات ومعقمات. ابسط 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 معقم بالبيت هو المي والصابون، لانه الصابون كفيل بالقضاء على اي نوع من انواع الفيروسات الموجوده على الايدي او على الاسطح او على هي الالعاب، لكن ما كثير الناس عندها هي العاده انه انا بمسك الليفه بحط عليها شويه سائل جلي او سائل ايدين او الصابونه وبليف الالعاب، اوكي ما في مشكله، بنجيب نحن مسطح مائي بحط فيه المي الفاترة أو الساخنة، لأنه الألعاب البلاستيكية بتتحمل المي السخنة، وبحط فيه أي نوع من أنواع المطهرات الموجودة عندي بالبيت أو المعقمات. تمام؟ بنقعهم فترة بعدين بعطيها بنشفهم مشان ما خلي عليهم أي أثر رطوبة، بعطيهم للولد. الببرونة كتير نحنا، أنا كتير بتجيني تساؤلات مشان الببرونة. أنا دريت من الناس أنهم بيغلوا الببرونة بالكلور، مستبعد مشان الله غطي اسالك عنه، يمكن هي الوسوسه الزايده هاي الوسوسة. او الام بتاكل هم اكيد طفله. الطرق الصحيحه لتنظيف الالعاب ومواد وادوات الطفل، خلينا نحكي انه الانسب وصحيا انه احسن. تمام. لانه في مواد بلاستيكيه اساسا في الى بعض الامور ممكن تاثر صحيح. عليها صحيح. هلا بس بدي احكي على الببروني، لانه الببروني نحن ما بنحط فيها غير ماده الحليب. الحليب ممكن على الوقت يعمل لي رواسب بيضة بقلب الببرونة. صحيح. ممكن شوية تشققات، هذا بسبب أنه نوع البلاستيك اللي نحن شارينه. إذا نحن ما بدنا نغلي كل فترة وفترة، ويفضل الغلي بس بالمي،
مو اكثر. يلي بحب مع ملح الليمون ما في مشكله، بس ما نروح لمعقمات مثل كلور مشان ما يعمل لي ترسبات على الجدران الداخليه للببروني، وممكن تعمل لي مرض او التهاب امعاء للاطفال، لانه رح يبقى اثر لو بسيط. العضاده يلي عم نحكي عنها اللي بتنحط بالفك لتقويه الاسنان، كمان طريقه الغلي، سواء بمعقم او انا بتخيل انه بالمي والملح بتكون افضل. هون هي بالنسبه للاشياء اللي دائما متواجده بين ايدين الاطفال. الالعاب الثانيه اللي بيكون بقلبها حشوه قطن او مواد من السيليكون او الدببه اللي بنشوفها نحن والالعاب الثانيه، اذا انا كثير حابه كثير اكون حريصه على تعقيمها، في كيس قماش فيني امسكه نحطهم فيه، بسكر عليه منيح وبحطهم بقلب الغسالة، لأنه الدوران السريع بالغسالة ممكن يساعد أنه يصير عليها تهتك، أو ممكن يسبب أنه تتفكك عن بعض أثار الدرزة والخياطة. فهي الطريقة مشان الألعاب اللي بقلبها محشو قطن أو مواد تانية. الأجهزة الألعاب الإلكترونية للأطفال بعمر أكبر، أنا لا بمسك بخاخة بحط فيها شوي من الكحول الإيتيلي، بخبخ على العلبة من برا وبعدين بمسحها. بتخيل هي بتكون أفضل طريقة. نحكي كمان اليوم يعني مو بس يمكن في بلاستيك بألعاب الأطفال، في بعض الألعاب اللي بتكون سفنج، في بعضها اللي بتكون خشب، يعني أنواع متعددة، وحتى في بعضها مثلا بيكون فيها أجهزة إلكترونية، فبيكون في صعب علينا أنه نحطها بالمي لأنه ممكن نخسر اللعبة كلها مثل ما بيقولوا. فشو طريقة تعقيم مثل هاي الأنواع من الألعاب كمان؟ صحيح، اللي حكينا اللي بقلبها سفنج أو القطن أو المواد السيليكونية، في عندي كياس قماش، انا بمسك هاي الالعاب بحطهم بقلبها وبسكر على الكيس بحطها بقلب الغساله. ليش انا بلجا للكيس؟ اول شيء ككيس قماش بيسمح بمرور المي والمسحوق الغسيل اللي بنحطه نحن بغساله الاوتوماتيك، بيسمح انها تتعقم خلال دوره الغسيل، عم تتعرض لدرجه حراره عاليه وعم تاخذ الكميه الكافيه من مسحوق الغسيل. هي اذا بدي اقول لهي الالعاب. اثنين، اللي حضرتك عم تحكي على الالعاب الالكترونيه، اكيد مستحيل نحن نحطها تحت المي بنخسرها. البخاخ اللي انا عاملته لتعقيم الاسطح، انا بقدر من خلال هذا البخاخ اني اعقم فيها الالعاب. البخاخ شو هو؟ اما بحط فيه معلقتين كلور وبكمل النص اللتر للمي، يعني بخاخ عباره عن نص لتر بحط فيه معلقتين كلور الباقي مي. من بخبخ على الالعاب من برا، او يلي ما بيحب هي الطريقه فيه يحط على الاسفنجه ويعقم اللعبه من برا، وبعرضها للتهويه مشان ما تتغلغل المي لداخل اللعبه الالكترونيه ونحن نخسرها. الالعاب الخشب اللي نحن شوي موسوسين مشان ليه؟ لانه الخشب هو عباره عن بنيه بتتحمل الرطوبه وممكن تمتص. تماما 100%، لانه في نوعين من الخشب، في خشب بيكون معزول بتسمى الام دي اف، بيكون معزول بماده سيليكونيه او بنوع من انواع الزيوت، قد ما تلامس مع المي واي انواع الرطوبه ما بيصير له شيء. بينما الانواع الثانيه من الخشب اللي هو الخشب التجاري او اللي نحن بيكون مخصص لنوع من الالعاب، خلينا نقول ما انا كثير غاليه. ما في مشكله، اهم شيء اني انا ما امسكه احطه دغري تحت المي او دغري احطه بقلب مسطح مائي بقلبه معقم، لا. نفس الفكره البخاخ، بس بكون حريصه على التهويه. الخشب مجرد ما بخبخت عليه من هذا المعقم ومسحت السطح الخارجي لإله، أنا لازم حطه بأي مكان متعرض لأشعة الشمس. أول شيء بحرص أنه كل المية اللي علقانة جوا طلعت وتبخرت. ثاني شيء، أي نوع من أنواع الفيروسات أو أنواع البكتيريا بيكون علقان على المسطحات الخشبية كلياتها كفيلة أشعة الشمس بالقضاء عليها. طيب خلينا نحكي عن بعض الأخطاء الشائعة اللي بترتكبها الأم خلال تنظيف ألعاب أولادها بشكل مستمر. تمام. هلا أول شيء الإسفنجيات، نحن نكون حريصين على الطريقة الصحيحة، إني أنا ما أخسرها. إذا في ناس بتحطها بقلب مسطحات مائية مجهزة بكلور أو أي مادة مطهرة أو معقمة، نحن بعملية البلل هذا الزايد إني عرضتها أنا مباشرة للمي بدون حماية، ممكن إيه نحن نخسرها للأسف. الشغلة الثانية، نحاول مو دائما، يعني نحن إمتى بنلجأ لعملية التعقيم؟
لما بنحس انه صار عليها وسخ طبقه بيصير بيسود. ليه؟ لانه معظم الالعاب بتجينا بالوان فاتحه، فبيصير عليها طبقه من الغبار، بتحسي حتى الاوساخ الملمومه من الارض من ايدين الاطفال. بس نكون حريصين على هاي القصه. الألعاب البلاستيكية لا، نحن منفضل بشكل يومي خاصة بظل هذا الوباء، لأنه نحن حسب آخر دراسة للفيروس أنه ممكن يعيش على المسطحات، إن كان طاولات إن كان إسفنج حتى ممكن بالهواء. فلا، كون حريصة البلاستيك، نحاول قدر الإمكان بعد كل استخدام، إذا مو بعد كل استخدام بنهاية النهار عن طريق هذا البخاخ اللي أنا مجهزته بشكل يومي. ما ننسى الشغلة تعقيم إيدين الأطفال. القصة الثانية اللي بدي أحكيها، نحن الأطفال اللي قادرين على الحكي، يعني القادرة ست البيت تخلق حوار مع ابنها، قادرة توعي على موضوع الكورونا، لأنه نحن الأطفال من فوق 3 سنين بصير قادرين على الحوار معهم. كيف؟ أنه بعد كل طلعة من الحمام يغسل إيديه بالمي والصابون، بنحاول قدر الإمكان وهو عم يغسل إيديه بالمي والصابون يغني غنية يعني مدتها بين 20 لـ30 ثانية. يعني أنا دريت من أحد الأهالي أنه لا، أنا بخلي ابني يعد من 1 للـ100 وهو عم بيغسل إيديه بالمي والصابون. طب من 1 للـ100 فيها شي دقيقة ونص، مو معقول دقيقة ونص عم بيغسل إيديه، يعني أنت سببت له عدا عن تحسس بالأكزيما. تمام، نعلم الولد أنه بهي الأعمار لما بده يسعل يسعل بالساعد، ما يسعل بشكل مباشر. لما بده يصير في عطاس يحاول قدر الإمكان إذا ما حط إيديه بهي الطريقة وخبى أنفه، لا يصير عملية العطاس بالساعد، بعدين بيمسك محرمة أو بيروح بغسل وجهه وإيديه بالمي والصابون. نعم، طيب خلينا كمان نحكي، مثل ما قلتي الأطفال اللي هن أكبر من 3 سنين بنقدر نبلش نخلق معهم حوار، بالعموم من 3 سنين لـ7 سنين أو فينا نقول لـ10 سنين. تماما، هدول الأطفال كمان عندهم شغلات يومية بيعتبروها مقدسة، مثلا بغرفتهم، مكتبهم، الكمبيوتر، كتاب، الكتاب، القصص كتير. كمان كيف فينا نخلينا نتعامل معهم مع المعقمات، وخصوصا أنه بالأيام العادية دائما بيقول يمنع الاقتراب من المواد المعقمة للأطفال، كيف فيني يخليه إذا هو حابب ينظف ليتعلم من دون ما يأذي نفسه يعني؟ صحيح. هلا اليوم شطارة ست البيت بتلعب دور، قديش هي قادرة فعلا تخلق هذا الحوار. في ناس اليوم لجأت لليوتيوب لحتى يعلم الأطفال أنه شو هو فيروس الكورونا وشلون نحن بنحمي حالنا منه. ما في مشكلة إذا نحن بأطفال هي الصغار منا قادرين نخلق الحوار، بس نحن قادرين نخلق معهم عادات يومية. صحيح. تمام، العادات بتبلش بالتنظيف. يعني ما في ست بيت ما بتشوف ابنها كيف بفوت على الحمام وهي الحريصة على هي القصة، مجرد ما طلع من الحمام قلنا بتوقف معه بتعلمه طريقة الغسيل بالمي والصابون. منقول غسل الولد بالمي والصابون، ما في داعي انا بخ على ايدي اي نوع من انواع المطهرات، لا كحول ولا غيرها من المعقمات اللي هلا طلعت باستخدامها بشكل يومي. العادات المجتمعيه اللي نحن بنعرفها بنحاول قدر الامكان نوعي الولد طريقه السعال، وبتخيل ما في امه بتعمل هاي القصه، ما يسعل بوش الناس، يسعل بيساعد الايد، ما يعطس كمان بوش اي حدا، يحاول يعطس بيساعد الايد، اذا ما مشي الحال بنعلمه بس يمسك المحرمه، مجرد ما خلص منها بيروح بغسل ايديه بالمي والصابون. الاطفال يلي بعمر اكبر اليوم صاروا حريصين على الموبايل او التاب او اللابتوب الموجود بين ايديهم، تعقيم هذا الموضوع اذا ست البيت ما قدرت انه تعلم الولد هاي القصه هي بتعملها، ما في مشكله. تعقيم اي جهاز الكتروني بطريقه كثير بسيطه بتصير، كحول اي تي اللي بتركيز 70 لـ75%، ما ببخبخ على التاب او على الموبايل او على اللابتوب الموجود معنا، لا انا ببخبخ على قطعه ماشيه وبعقم السطح الخارجي فقط. اذا بين ايدي تاب او موبايل بس بقيم القطعه الخارجيه من برا، اذا كانت بلاستيكيه ما في مشكله، انا فيني انقع بمي وصابون او بمعقم وفيني انا بخبخ عليها وامسح بشكل مباشر. هلا بدك تقليل الاطفال اللي بعمر اكبر، هدول اللي فاتوا على المدارس نوعا ما في عندهم شيء بيتسمى النظافه الشخصيه وماده علم الاحياء، هي الماده البيولوجيه الموجوده بكل المدارس يلي نوعا ما بتعطي مبادئ علم الصحه. صحيح. يعني اليوم يمكن ما في طفل ما بيعرف يميز صار بين شو يعني الفيروس وشو يعني لا المرض العادي، نوعا ما في ابسط 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 طريقه لما بيقرب الولد دائما بيقولوا له في فيروس هاجمك،
في كائن حي دخل على جسمك وبلش يهاجم المناعة اللي موجودة جواتك. منبلش نحن مع هذا الطفل بالتوعية، ما في مشكلة لو تعلم هاي الكلمات، كلمة الفيروس، البكتيريا، المناعة. ما أطفالنا اليوم ما شاء الله عبارة عن طفرات، أنا بحسهم صار أي طفل بعمر 4 سنين وخمس سنين يمكن بفوت على أي لابتوب، بفوت بأكبر لعبة إلكترونية. دليل أنه الطفل اليوم ما هو طفل عادي، في عنده مستوى من الذكاء وبيتلقى أي معلومة. دليل قعدة الأطفال بالبيوت، قدرتهم على التجاوب مع الأهالي بفترة الحجر الصحي. فبتخيل هاي المعلومات الصحية اللي بنقدر نحن ندخله إياها أبدا ما أنا صعبة، كتير صارت سهلة، بالإضافة للبرامج التعليمية اللي صارت على كل الموبايلات وموجودة على اليوتيوب. فالأفكار البسيطة اللي نحن مندخله إياها، شو يعني الفيروس وكيف بهاجمنا وكيف نحن بنعمل وقاية منه، بتخيل نوعا ما صارت سهلة. طبعا، ومثل ما قلتي يمكن الوعي هو الاساس، التصدي بالوعي لتقدري تكملي حياتك وتستمري فيها هي اهم شيء. الكيميائيه براءة حداد، نتشكرك على وجودك معنا، بتمنى الكل يكون استفادوا من جميع المعلومات، خصوصا الامهات اللي بتلاقيهم هن اكثر قلق على اطفالهم. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك ويعطيك العافيه، وبنتمنى عن جد الكل يكون استفاد من هي المعلومات.